إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، والقناة الفرنسية AOB ميغراسيون كندا، وكذلك القناة التعليمية جد مفيدة اللي هي AOB إدوكاسيون. اليوم غادي نجاوب على واحد السؤال كنت وصل به تقريبا مئات المرات. سؤال شو كيقول؟ هل يمكن للزائر المؤقت أن يرسل أطفاله إلى المدارس العمومية؟ لا تحدث عن المدارس الخصوصية، المدارس العمومية. هناك من يقول نعم، هناك من يقول لا، إلى آخره. فسأحاول في هذه الحلقة إن شاء الله نشرح لكم باختصار، ونحط لكم بعض الروابط باش تمشيوا تقرأوا المسائل القانونية في هذا الإطار. في الكيبيك مثلا، في الكيبيك أو في كندا العموم، أي طفل يوجد في سن إلزامية لكي يذهب إلى المدرسة خاصو يمشي لها، بصرف النظر بغض النظر على الآباء ديالو، واش عندهم الوراق ما عندهمش الوراق، مقيم دائم مقيم مؤقت، طالب أجنبي عامل أجنبي، طالب اللجوء إلى آخره، بغض النظر. بالنسبة لكيبيك، وبعد سأتطرق إلى مسألة الفيدرال كندا، بالنسبة لكيبيك كاينة وثيقة تسمى لا شارت كيبيكواز دي دغوا اي ليبرتي بور لا بيرسون، وثيقة الحقوق والحريات الأشخاص. ماذا تقول في الفصل 40؟ تقول بالحرف الواحد، أي شخص يوجد في كيبيك عنده الحق في التعليم المجاني. قرأ لكم en français l'article 40 de la charte. ماذا يقول؟ Toute personne a droit dans la mesure et suivant les normes prévues par la loi à l'instruction publique gratuite. قالوا أي شخص، toute personne، لم يقولوا أي شخص مقيم أجنبي غير مؤقت، أي طالب أجنبي عامل أجنبي مقيم دائم، لم يقولوا هذا، بل قالوا أي شخص يوجد في كيبيك عنده الحق في مجانية التعليم. فصل 40 من وثيقة الكيبيكية للحريات، للحقوق وحريات الأشخاص. ثانيا، هناك قانون يسمى لا لوا سور لانستريكسيون بوبليك، قانون التعليم المجاني او العمومي، بعض العمومي، لا لوا سور لانستريكسيون بوبليك، صدق عليه في 1988، ووقعت عليه العديد من التغييرات والتعديلات، اخرها كان في 9 نوفمبر 2017 عندما قالوا على أن أي طفل له الحق في التعليم العمومي المجاني بصرف النظر عن وضعيته القانونية. sans égard de son statut migratoire. اوكي، لنتحدث قليلا عن هذا القانون، القانون اللي هو la loi sur l'instruction publique chapitre I -13.3. ابحثوا عنه في جوجل وستجدون التفاصيل كثيرة، في تقريبا 168 صفحة. يقول، سأتطرق فقط إلى بعض الفصول. يقول فصل أول في الشابيتر 1 العنوان ديالو ألف طالب تلميذ، سيكسيون 1 دغوا دو ليليف. ماذا يقولون حول دغوا دو ليليف في الفصل 1 حقوق التلميذ؟ Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et au service d'enseignement primaire et secondaire. أي شخص عنده سميتها الحق في خدمات ديال التعليم الأولي préscolaire، التعليم الابتدائي primaire، والتعليم الإعدادي. القانون لا يتطرق إلى التعليم
تناول لأن التنويم يذهب إليه الغير القاصر، أوكي الراشد. ماذا يقولون حتى لو طيل عليكم؟ يقول لأنه إذا كان في وضعية فلاج ذات ميسيبيليتي سن قبول في التعليم، إلا كان بريسكولير أولي فهو سن الخامسة، أما ابتداء من سن السادسة الطفل مجبر أن يذهب إلى مدرسة من البريمير إلى السكوندير إلى الإعدادي، داكو؟ حتى سن 18 ويمكن أن يصل إلى حتى 21 إذا كان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هنا أصحاب الاحتياج الخاصة عندهم قانون يساعدهم على الاندماج، وقانون عنوانه طويل يسمى لا لوا assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Chapitre E-20.1 قانون يضمن ممارسة حقوق أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إدماجهم المدرسي والمهني والاجتماعي. تعالوا الآن نذهب إلى الفصل 3 مهم جدا. ماذا يقول؟ Tout résident du Québec visé à l'article 1 الذي ذكرته آنفا a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi, la loi sur l'instruction publique et par le régime إلى آخره. فالفقرة الثالثة يقول أن أي شخص هنا يا إخوان عنده الحق في التعليم العمومي المجاني. تقريبا هناك على حسب رابور التقرير 2017-2018 ديال وزارة التربية والتعليم العالي، في هذا 2017-2018 سنة دراسية كانت 1751 مدرسة إيكول بريمير و 399 إيكول سكوندير إعدادية ومليون ومئتين وعشرة وستمائة وتسعين تلميذ، أوكي؟ فقط في الابتدائي الأولي والإعدادي العادي والمهني. نرجع إلى هذا الرابور، حاولوا أن تبحثوا عن رابور أنويل دو جيستيون 2017-2018 لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بمقاطعة كيبيك، في 204 صفحة، واذهبوا مباشرة إلى الصفحة 27 وفي الفقرة في الوسط الثانية يتحدثوا على أن من إنجازاتهم أن أصبح هذا القانون 100 كان مشروع قانون مشروع لا لوا نيميرو 144 الذي صدق عليه في 9 نوفمبر 2019 حول هذا لتغيير لا لوا سور لانستركسيون، هذا لا لوا اخر ميساجور ديالها وهي فاتح يونيو 2020. يقول ان الطفل عليه أن يستفيد من التعليم العمومي المجاني مهما كانت حالة وضعيته. Cette loi s'inscrit dans une démarche élargie d'intervention, notamment auprès des jeunes qui reçoivent un enseignement à la maison ou bien les enfants de migrants, أطفال المهاجرين ذوي الستاتيو ديميغراسيون بريكير، يعني وضعيته مؤقتة، أوكي. حاجة أخرى مهمة وهي مثلا إنسان يريد أن يسجل ابنه في المدارس الإعدادية أو الابتدائية في كيبيك، يجب أن يذهب ويطلب يسجل في سكون أبيل لي كوميسيون سكولير، اسم قديم جاء من 2020 أصبحت الاسم ديالو كونسي دي سيرفيس سكولير دو موريال مثلا، كونسي سكولير كونسي دو سيرفيس سكولير شابروك إلى آخره. كاينين 72 كوميسيون سكولير أو الآن يسمون كونسي
دو سيرفيس سكولير. لا غير قانوني انهم يطلبون منك ورقه تثبت وضعيتك. ممنوع منذ جويلية 2018. ممنوع. Les écoles québécoises ne doivent jamais demander le statut migratoire d'un enfant lorsqu'on désire l'inscrire dans une école. لا ممنوع. المطلوب منك هو ورقة تثبت أين تسكن. لماذا؟ لأن عليك أن تسجل ابنك في المنطقة التي أنت ساكن وقاطن فيها. أوكي؟ ولا يجوز قانونيا لأي مدرسة أن ترسل معلوماتك أو معلوماتك إلى وزارة الهجرة. هذا حصل في مقاطعة كويتك في 2004 16 عام تقريبا، وناضت زوبعة المجتمع المدني والجمعيات حقوقية. يعني لماذا توشون بأطفال يدرسون؟ والقانون في كندا يعطي الحق للطفل القاصر الذي يدرس بالبريسكولير أولي والابتدائي والإعدادي الحق في أن يتمدرس مهما كانت وبالمجان إلا في بعض الحالات. مثلا هناك بعض الحالات، ولكن أهم ثلاث حالات. وقتاش الطفل عليه أن يؤدي مصاريف الدراسة؟ الحالة الأولى إذا كان الطفل القاصر آباؤه لا يوجدون في كندا. الحالة الثانية وهو إذا لم يستطع الأب أن يثبت أين يسكن. والحالة الثالثة إذا كان الطفل عنده 18 سنة وكان لم يتمم بعد الإعدادي ويريد الآن ينوي أن يتممه. في هذه الحالة تؤدى بعض المصاريف حسب يا إما في الإعدادي أو في الابتدائي. المصاريف تتراوح ما بين 5500 دولار إلى 8 قد تصل إلى 8000 دولار. وهناك إمكانية أن تطلب هذيك لا كوميسيون سكولير أو كونسي دي سيرفيس سكولير تلك المدينة التي تابعة للمدرسة أن تراسل وزير التربية والتعليم وتطلب منه إعفاء هذا الطفل أو هذه البنت أو هؤلاء الأطفال من تأدية هذه المصاريف. أوكي؟ وهناك من لا يؤدون هذه الفواتير ولا يجوز للمدرسة أن تتابعه. لا يمكن، لأن في أي قانون، حتى قانون الهجرة إذا ذهبتم إلى فصل 25 مثلا من قانون الهجرة على الوصول للميغراسيون إلى بروتكسيون دي ريفوجي، تجد على أن لانتيغي دو لونفون طب هي الأهم، مصلحة الطفل فوق الجميع. لا يمكن لك أن تحرم طفلا في سن إلزامية الدراسة أن يذهب إلى المدرسة بحجة أن ليست عنده مصاريف أو بأن أباء أو أم أو والديه فقط زائر. لا يجوز لك أن تقول لهم هذا، لا يجوز. أوكي؟ ولكن هناك مسألة مهمة، وهي على أن كما تعلمون أن العامل الأجنبي أو الطالب الأجنبي يمكن أن يصحب معه أطفاله وزوجته، ويمكن أن يرسلهم إلى المدرسة عن طريق كوميسيون سكولار مجانا وبدون طلب ترخيص. لكن الذين ليست لهم وضعية مثلا مثل السائح أو إنسان جاء لزيارة بعض الأهل أو لزيارة بعض المعارض أو لحضور بعض المظاهرات الثقافية والرياضية إلى آخره، هذا يجب عليه أن يطلب ترخيص الدراسة. أوكي؟ من قال هذا؟ قالته وزارة الهجرة الكندية فيدرال، أوكي؟ RCC اللي هي Immigration Citoyenneté Réfugié Canada. RCC Immigration Réfugié Citoyenneté Canada pardon. ماذا تقول؟ اولا ننطلق من شيء مهم، وهو تقول لي زونفون، هذه من موقع رسمي وزاره الهجره، لي زونفون مينور كي سون ديجا او كندا اي كي اكومبان ان بارون اوتوريزي ا ايتودي او ا ترافايي بوف ايتودي او كندا سان بيرمي دي ايتود او نيفو بريسكولير بريمير اي سكوندير. ماذا الذي قلت لكم انفا هو ان الطالب الاجنبي او العامل الاجنبي
يمكن أن يرسل أطفاله إلى المدرسة العمومية المجانية بدون أن يطلب تراخيص الدراسة. الآن ماذا عن الذين ليست لهم إقامة دائمة إلى آخره، أو طالب أجنبي وعامل أجنبي؟ ماذا يفعل؟ عليه أن يطلب ترخيص دراسة. إلا تصور الذي ليست له أوراق مقطع كما نقول، حارق مقطع، يمكن أن يرسل أولاده للمدرسة دون ترخيص دراسة. من أين أتيت بهذا؟ القانون، وزارة، اقرأوا معي يا إخوان ويا أخوات، اقرأوا هذا لائحة هل تطلب ترخيص دراسة أم لا. انظروا إلى آخر نوع، وكندا سون ستاتيو، ليست له أوراق، هل يطلب له بيرمي ديتود أو ترخيص الدراسة؟ بيرمي ديتود روكي، هل هو مطلوب؟ لا، هي مكتوبة لا لا. أما الذي عنده فيزا سياحة، فيزا مؤقتة، لا توجد في كندا بين قوسين فيزا تسمى فيزا سياحة، لا توجد، هناك VRT، فيزا دو ريزون تمبورير، تعطى كما قلت الآباء الذين يزورون أبنائهم، تعطى لكونفيرونسيير، إنسان سيعطي بعض المحاضرات، أو إنسان سيدرس لأقل من 6 أشهر، أو جاء للتطبيب للمعالجة الصحة إلى آخره، أو جاء لبعض المظاهرات إلى آخره. فهؤلاء يسمون فيزيتور تمبورير. Un étranger accompagné, un étranger ou timide قاصر, un étranger accompagné d'un parent de la catégorie des visiteurs, هل يطلب منه permis d'études؟ نعم، ها هي مكتوبة، اقرأوها وشاهدوها جيدا. اوكي، الوثائق التي يدلي بها لوزارة الهجرة فقط صورة الباسبور جو السفر الذي عليه، صورة الطفل او البنت. اوكي، اذا اتمنى يا اخوان أن أكون قد أجبت عن هذا السؤال، وخلاصة القول على أن أطفال الذين ليست لهم وضعية قانونية أو عندهم وضعية قانونية ولكن مؤقتة، يمكن لهم أن يرسلوا أولادهم إلى الدراسة في القطاع العمومي، القطاع الخصوصي، فهذا شيء آخر يجب أن تؤدي على دراسة أولادك. شكرا يا إخوان على المشاهدة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة الذين عندهم الليل، وصباح مبروك لمن عنده الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.